متابعين منصة أبو كبير ميديا، اللي قدامنا دي مش بنت، دي بنت بمية راجل، بنت بتكافح كل يوم وبتصحى الصبح بدري، بتنزل على شغلها، بتشتغل، بتواجه الصعوبات اللي كل يوم بتقابلها، الناس، تعب الشغل، المرمطة والبهدلة، بتدرس وبتدوس في دراستها ونفسها تخش كلية تجارة، نفسها تحقق حلمها ان هي تكون في يوم من الايام متعلمة وتقدر ان هي تعلم ولادها وتقدر ان هي يكون ليها مستقبل. بنت غير كل البنات، بنت بمية راجل اللي قدامنا دلوقتي. منا فتاة واقفة على عربية قهوة في المنيب. عرفينا بنفسك منا. انا اسمي منا من بني سويف، عندي 21 سنة. احكي لنا حكايتك. حكايتي عادية، عادي زي اي اشتغل عشان والدتي تعبانه وعشان بكمل دراستي. طيب انت حضرتك قلت لنا من شويه انك عايزه توصلي رسائل معينه للمجتمع تجاه البنات اللي بتشتغل. مش اي بنت بتشتغل يبقى هي بنت وحشه، بالعكس، تبقى بنت بمية راجل احسن من ما يكون راجل قاعد في البيت ما بيشتغلش مستني الحريم بتاعته تصرف عليه. واجهت صعوبات وواجهت حاجات تخليك تملي من الشغلانة وتتخني منها، كان ايه السبب في انك تكملي؟ كان ايه السبب في ان احنا نشوف الابتسامة على وجهك دلوقتي رغم الظروف اللي انت فيها دي كلها؟ ربنا ربنا. طيب كلمينا عن نفسك اكتر شوية. اكلمك عن نفسي، عاوز تعرف ايه عن نفسي وانا اقول لك؟ عاوز تعرف ايه وانا اقول لك؟ يعني اشتغلت من وانت عندك كام سنة؟ عندي 13 سنة. احكي لنا مواقف من اللي واجهتيها في الشارع مع الناس. مواقف ايه؟ مواقف وحشة ولا مواقف حلوة ولا مواقف ايه؟ من ده على ده. مواقف الناس هنا في التعليقات بتقول لك ربنا يحفظك ويقويك، انت مثال، انت حد يعني مكافح، حد واجه كتير علشان يوصل لحلمه، حد طموح. فتفضلي واتكلمي كده وقولي لنا على المواقف الوحشه اللي واجهتيها في حياتك. كتير جدا. كنت بتمر يعني بتعديها ازاي؟ اتكلمي اتفضلي. عادي بواجهها عادي، عاوز مني حاجة خدها، مش عاوز حاجة خلاص. مش بقى ان انا بغصب عليك، لا خد مني بالعافية، لا مش عاوز تاخد حاجة ما تاخدش براحتك، المهم ان انت ما تضايقنيش وتعدي حدودك، ما تتعداش حدودك، انا ليا حدود وانت ليك حدود، اكتر من حدودك ما تتعدهاش. بس ايه اللي اتعلمتيه من الشارع؟ انا اتعلمت حاجات كتيرة اوي، بس مش حاجات وحشة. اتعلمت ان البنت لما تبقى واقفه في الشارع لازم تبقى بنت بمية راجل، لازم تخاف على نفسها عشان اللي وراها يخافوا عليها. ايه حلمك في الحياه او ايه طموحك؟ ممكن تبص للكاميرا للمتابعين، انا شايف على وجهك ابتسامه وامل، فمعناه ان انت حد بيحلم حلم كبير مخليه مبتسم رغم كل اللي حواليه، رغم الصعوبات أزمات. بالعكس على فكرة، أنا حلمي يعني حاجة صغيرة جدا. إيه حلمك؟ حلمي إن أنا أكمل تعليمي ويبقى معايا شهادة حلوة عشان بلاش أنفع البلد، أنفع نفسي. أنفع نفسي بعد ما أتجوز أعلم عيالي، أعلم أجيال بعد كده. ده حلمي، وحلمي إن أنا ربنا يشفي لأمي وألاقي لها علاج. والدتك عندها مرض إيه؟ والدتي عندها كانسر في العظم. ايه اللي خلاك يعني، في ناس بتسالنا في التعليقات ايه اللي خلاك تنزلي وتشتغلي ومطلوب اهو، يعني احنا نقعد من غير اكل ومن غير شرب ولازم نشتغل عشان ناكل ونشرب ونتعالج ونبقى كويسين. احنا لو ما اشتغلناش مش هنلاقي نجيب العلاج لوالدتي، لو انا ما اشتغلتش مش هعرف، مش هلاقي ان انا اجيب لها العلاج في يوم من الايام، هاجي عليا يوم مش هعرف ان انا اجيب لها العلاج. في ناس بتقول لك في التعليقات ربنا يرحم والدك. لا انا والدي عايش مش متوفى، احنا منفصلين عنه.
بس احنا ما نعرفش عنه حاجه، هو ما يعرفش عننا حاجه. لكن هو والدي مش متوفى، والدي عايش وعندي اخواتي ربنا يخليهم لي. عندي واحد في ثانوي، اخر سنه في ثانوي، وعندي الثاني في اولى اعدادي. عندك اخواتك في ثانوي واعدادي، بتشجعيهم اكيد على المذاكره؟ ايوه طبعا والمتهاد. ايوه طبعا. بتقول لهم ايه؟ ايوه، اخويا هيخلص ثانوي ويخش الكليه، والصغير هيخلص اعدادي ويخش ثانوي، وبعد ما يخلص ثانوي ويخش الكليه. اخواتي لازم يكون معاهم شهاده عاليه، مش لازم، ان شاء الله باذن ربنا لو ربنا رايد لهم ان هم يبقى معاهم حاجات شهادات عاليه، محدش هيقدر يقف في طريقهم، وانا في ظهر اخواتي لحد ما خلصت تعليم. بتقول لهم ايه يعني؟ بتشجعيهم على المذاكره؟ بتشجعيهم على؟ ايوه طبعا. ازاي؟ ايوه، اللي ما بيذاكرش يعني في وسط اللي انت عايشاه وفي وسط الظروف. لا، الشغل حاجه والبيت حاجه تانية، نفس بين الشغل وبين المذاكره وبين اي حاجه. احنا بيجي علينا وقت ما بنبقاش طايقين ان احنا حد يتكلم معانا من اللي احنا فيه، من شغلنا ومن ضغوط الدنيا، وبيجي علينا وقت من كتر الضحكه ما بنبقاش عارفين نودي الضحك فين. يعني بيجي عليك وقت من كتر الضحك ما بتبقاش عارفه تودي الضحك فين رغم كل ده؟ ايوه طبعا. كل ده عشان ربنا معانا، وربنا مبارك لنا عشان احنا بناكلها بالحلال، مش بناخد حاجه من حد. وانا مش عاوزه حد يساعدني عامه، انا مش طالعه ان حد يساعدني، انا مش عاوزه حد يساعدني ورافضه ده تماما. اللي عاوز يساعدني يجيب لي علاج والدتي، الاقي علاجها متوفر كل شهر. لكن انا مش طالعه عشان اي حد يساعدني. والدتك ولا ايه علاجها؟ حد يتكلم معايا. ايه والدتك ايه علاجها؟ والدتي ايه علاجها؟ والدتي بتاخد حقنه كل شهر ب 4000 الا 100، يعني 3900. الحقنه دي بلف عليها ما بلاقيهاش عشان اديها لها. انت اتكلمت عن حلمك الشخصي، حلمك الخاص، ايه حلمك تجاه اسرتك، تجاه اخواتك، تجاه اهلك؟ عايزاهم احسن من الدنيا كلها، اخواتي ووالدتي، عشان انا ماليش في الدنيا غيرهم، ماليش غير اسلام وهشام وامي بس، بعد كده ماليش حد. مالكيش غير اتنين اخوات؟ اسلام وهشام. اسلام عنده 20 سنه وهشام عنده 15 سنه. بس طبعا ما اقدرش اسيب اخواتي يشتغلوا لوحدهم، لازم انا اكون في ظهرهم، انا الكبيره بتاعتهم، انا اكبر واحده. ايه اكتر التعليقات اللي بتتعلق لك في شغلانتك؟ يعني الناس بتقول لك ايه مثلا لما تدي له فنجان القهوه كده؟ شكرا. شكرا. ربنا يبارك. اوقات ما بيقول لك ايش الله اول مره اشرب؟ لا، مش بسمح لحد يقول لي كده. حدود الشغل ما بتعدهاش. انت ليك عندي حاجة اعملها لك، خلاص عملتها لك، شكرا شكرا، مفيش شكرا، خلاص ما نتكلمش اكتر من كده. بس برضو ما ينفعش ان انا ابقى واقفة متنشنة وما اكلمش الناس، لا، لازم ان انا غصب عني الشارع بيحكم عليا بكده، ان انا اكلم اللي رايح واكلم اللي جاي واهزر مع ده شوية واهزر مع ده شوية. مش عشان انا بنتي مش كويسة، لا، بس عشان الناس، يعني لما انا اكلم الناس الناس تحبني اكتر. لا، انا بدل ما اروح اجيب من عند واحد، لا، انا اروح عند منى عشان هي بتهزر وبتكلمنا وبتضحك معانا. انا السواقين ما بيجيبوش من بره خالص، السواقين بتاع الموقف اللي جنبي محدش بيجيب منهم من بره خالص، كلهم من عندي هنا، كلهم بيقعدوا عندي هنا. اسعار القهوه غلت الفتره اللي فاتت. ايوه. فكنا عايزين. انا كنت ببيع القهوه ب 5 جنيه. سمعت ان انت برضو ما زلت بتبيعها رخيصه. لا، رفعتها بقت ب 6 جنيه. يعني سمعت برضو ان السعر ده رخيص بالنسبه لقهاوي ثانيه واماكن ثانيه. جنيه احسن من 1000 جنيه. يعني اكسب كوبايه القهوه جنيه احسن ما اكسب فيها 1000 جنيه. يعني تكسبي فيها جنيه والناس تبقى مرضيه وهي بتشربها احسن. ربنا يبقى مبارك لي فيه، احسن مكسب منها 1000 جنيه وربنا ما يبارك ليش فيه، زي ما يجي زي ما يروح. طيب، وعليكم السلام. كملي كملي كده. عايز قهوه ايه؟ الريحه، الريحه دي Thank you.
متابعينا متابعين منصة أبو كبير ميديا، زي ما انتم شايفين مثال الاجتهاد، بنت بميت راجل شغالة من وهي عندها 13 سنة، بتساعد في تعليم اخواتها، دايما بتشجعهم على انهم يكملوا تعليمهم، بتشجعهم على انهم يكون لهم مستقبل، بتشجعهم على انهم يكون عندهم طموح لبكرة وطموح في المستقبل. حد رغم الظروف الصعبة إلا أنه لم يستسلم، حد مكمل في الدراسة، حد نفسه يبقى في كلية ويكون شخص أفضل، حد بيواجه كل يوم صعوبات وبيواجه كل يوم ظروف ومع ذلك مكمل، ومع ذلك عندها طاقة إيجابية وعندها ابتسامة ما بتفرقش وجهها، زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، زي ما انتوا لقيتوا في طريقة كلامها تفاؤل وأمل رغم كل الحاجات اللي بتواجهها، رغم الشغل رغم التعب. كتير منا يعني بيقول ان هو ما بيستحملش الشغل في الحر، هي بتشتغل في عز الحر في تحت الشمس. كتير منا بيقول لك انا بحب النوم، هي ما بتنامش كتير، هي طول الوقت بتفكر في علاج والدتها، في تعليم اخواتها، في حلم حياتها ان هي تكون في يوم من الايام شخصية ناجحة، شخصية لها مستقبل. بتوجه رسالة لكل البنات، خليكوا ركزوا في تعليمكوا، وبتوجه رسالة لكل البنات حطوا حدود في التعامل مع الأشخاص، حتى لو كنت بتشتغل حطوا حدود عادي. بتوجه رسالة للمجتمع ان مش كل بنت بتشتغل هي مش محترمة او مش كويسة، في بنات بتشتغل وبتحافظ على نفسها، بتحط حدود في التعامل. بتوجه رسالة لكل فتاة ان الشغل مش عيب، بس لما احنا بنلزم اللي قدامنا حدوده. وجهت رسائل كتير وما زالت بتوجه لنا رسائل، وهي اللي احنا شايفينها دلوقتي رغم تعبها الا انها عندها تفاؤل، عندها رضا، عندها نظرة لبكرة احلى، عندها امل في ان هي في يوم من الايام مستنيها المستقبل رغم كل المصاعب اللي واجهتها. دلوقتي هنتكلم مع والدة منا المجتهدة، هتكلمنا عن المرض اللي عندها، وهتكلمنا كمان على بنتها اللي بتعتبرها بميت راجل واللي ما بتبقاش قلقانة عليها، لان عارفة ان هي بتعرف تحط حدود في التعامل مع كل شخص، وعارفة انها شخصية مجتهدة. حضرتك والدة امل مش كده؟ منا، وانا من كتر الامل اللي عندها نسيت ان هي اسمها منا وحسيت بالامل والبهجه. هي امل حياتي. هي بنتي، مش عارفه اقول لك عليها. ماما اقول عليها مش هديها حقها. يعني علي صوتك سنه عشان المتابعين يسمعوا. بقول لك مهما اقول لك عليها مش هديها حقها. عيله زي دي متمرمطة معايا من 13 سنه. عمرها ما اشتكت. قالت ان حضرتك في عندك مرض نادر سرطان. عندي مرض تاكل، يعني يعتبر هو سرطان بياكل في العظم وملوش علاج في مصر. انا لفيت على دكاتره الدنيا كلها ما فيش علاج. حتى احنا شايفين في عكاز هنا، شايفين ان حضرتك مثلا لما بتتحركي. هي عكاز، هي الظهر اللي انا مصبوغة عليه. يعني ممكن نقول ان منا مش منا بس، منا هي الامل، هي العكاز بالنسبة لك، هي كلها امل حياتي ودنيتي وكل حاجة. وبنت بمليون راجل، مش بميت راجل، بمليون راجل. نفسك تشوف ما بتشتكيش من اي حاجة، ما بتقولش، ترضى بقليله. ممكن تيجي على نفسها عشان اخواتها. والله ما بكذب عليك. وعلى فكره انا امي ربتني زي ما امي ربتني انا ربتها. نفسك منا يعني حياتها تتغير تبقى ايه؟ نفسي تكمل كليتها، تكمل دراستها وتخش كليه زي ما هي نفسها، وربنا يرزقها من الحلال اللي يقدر يحافظ عليها،
وانا عارفه ان هي بنت راجل تسد في اي مكان هي تروحه، ما بخافش عليها عشان عارفه هي ايه. وحتى لما حد السواقين ولا حد بيجي يشتري منها عارفه ان هي في حدود الكلام، ما بحبش حد يتكلم اي كلمه خارجه وهي واقفه، وهي جدعه والناس بتحبها وبيجي لها زباين من اخر الدنيا. ما عنديش حاجه تانية اقولها، واقول لك ربنا يخليها يا اخواتها، ربنا يخليها يا اخواتها، معايا اسلام وهشام وهي كبيرتها، هي كل حاجه. وهي يعني منكم من 5 جنيه تاخد ال 5 جنيه، لو خدت 5 جنيه شالتها منكم ال 5 جنيه ده لقاها معاها 500 جنيه. بتقول يا رب، هي بتقول يا رب على طول، كل ما بتتكلم بتقول يا رب، بتقول اللي معاه ربنا ما يغلبش، بتقول لي ما تشيلش للدنيا هم، اترك من ورا ظهرك ما تزعليش. نفسي افرح بيها واشوفها احسن واحده في الدنيا دي هي واخواتها. بتمنى لها حياه سعيده وكويسه وان هي تبقى كويسه. متابعينا الكرام، متابعين منصه ابو كبير ميديا، زي ما شفتوا حضراتكم مثال البنت المجتهدة، البنت اللي بميت راجل، اللي بتمثل عند أمها العكاز والأمل والحياة، بتمثل عند أمها كل حاجة. زي ما شفتوا الوالدة رغم تعبها، رغم الظروف اللي هي فيها، شايفة ان بنتها حد قد الثقة، ومع ذلك برضو عندها نظرة أمل، وعارفة ان بنتها في يوم من الايام هيكون لها مستقبل رغم الظروف اللي هي عايشاها حاليا. اقول لك حاجه قبل ما تقفل ولا افهم؟ اتفضل. نفسي اقابل الاستاذ طارق علام، عايزه اقابل الاستاذ طارق علام، انا ما بطلبش المستحيل، نفسي اقابله. ونفسي الدوله تعمل لي مشروع ان انا ليا كشف، ان انا عندي عجز 90%. نفس الدولة تعمل لي أي حاجة، بدل ما بنتي كده يبقى في مكان تعمل فيه مشروع، حتى لو هي مشت واتجوزت أخواتها يقدروا يكملوا يصرفوا على نفسهم. في نهاية اللايف والدة منا قالت نفسي إن هي تشوف الأستاذ طارق علام زي ما نفسها إن هي يكون ليهم مشروع خاص بيهم، علشان تقدر إن هي تصرف على تعليمها وعلى تعليم إخواتها. نتمنى أن تكونوا بخير متابعينا، متابعين منصة أبو كبير ميديا.